بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشركان وفي سيدتني صدحات كم إذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب التنفس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. حبابي هاي إن لو ترتموا أرمها آخره التنافس، وإن لبرتمو أما الله ترتمو أما الله لولتمو في أمور الآخرة أرمها آخرة كالسابس عبادات كي يدين تأي عملك الصالحة هي خير كن لغو ترتمو يوال استكثاري إن لبطده مما يتبرك به وحا لبرك يستي خير كن نعفي وكتر الدين إن أصغنا لبطده. قال الله تبارك وتعالى وضع الصوت إن لله كوبضيه. قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك أرنك الله سو شيء قليها أبرار تاها إني نعمة كتيرة أو سرير الدشود إسكدا وانا يان نعمة جنانا إسكدا وانا يان فليتنافس هودك دجين المت أكوت أو ترتمن عفوا المتنافسون تدك ترتمي تدك خير كورقية خير كشعل هكو أترتمينو كاسا لولتن يترتن كفي عن إن الأبرار لفي نعيم بلغسو شقيد على ذاك ينظرون إلى آخره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن سربيبا كتيرتا ضدك ترتمي أما برتمي شيء وناكسن إن مضان إنه يكو ترتما وحاوي أرمها آخره وحجان اللغوغ لي نار لغفقان إلى هكو دوين دينك كوتو سنه كاسا مضان إن لغو ترتمو الدنيا من مضنوه إن لغو ترتمه من أستاهشه. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي أوتي وحلوك يعني صوبناها بشراب بيا اللوك يعني بشراب عانا اللوك يعني بقدح من شراب نواه ويكالي والعانا يا نبي قال له ديبي فشرب منه شرابك أما عانيب ونبي وحكرمي. وعن يمينه دنكي سميدقنا وحاجه غلام وليرباجه في رواية البخاري وغيره غلام أصغر القوم أصغر القوم ويلباجه ذاتك ما يشفى لأنك أغد أيراء سكا أغد أيراء. وعن يساري دنك بذيح النبي وحاكحي الأشياخ وإي الله كتشوه لمن دقية يا نبي دنك بذيح كفر لي دقية سيوحى لغمك عابي خالد بن الوليد رواياتكم ويلك يرى أصغر القوم لو شيغينا وابن عباس روايتك وعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أشياخ ذي دقيدنا وحا لقى مقعاب روايتكم رواية الترمذي يتي أحمد يتي مسلم مقعابين إن وخالد كمده خالد وليد خالد يا ابن عباس وائل مهبريت لكن خالد باوينا واتقرنيس إن قصه متأخر الإسلامي هاي شيخنا لبا معنا لغو إطلاقا سيدا الراجحة واقد دمنا معنا صدحات باب إسكي يميد شيخ وحال إلى ذا كنتم وحي قارة وحي كبضا عند العرب الشيخ وأحد كقارة عمر يوسو كنتم يوحي كبضا وحي كنتم كير شيخ ميدا هذا حق الداء ذي عمرقة وكال لغها الله وحق له الشيخ اللي ذا الشيخ في العلم دون السن نقول هذا يراده هدو أقون دين إدليه هاي الشيخ بالإسكي ده هذا لأنه هو كبير في مرتبته حكومة يهوه يلكوية هاي علم جيسية قونتي سكوة يهي وكي أرنجر سيدنا عباس بن عبد المطلب مرك اللي النبي محمد يأذي كينيبا ووين وحوي النبي قائقا ووين أنا سكهر شيء معنا واتفانتين بيلت النبي محمد بائقا ووين لكن أنا كهر شيء معنا دواء محي الدواء النبي عالم ووين يصاص إقا ووين لكن دأهان يأين أنا كهر شيء سيدا سوك المركة شيخ في العلم وإن كان صغيرا ولا إلى هذا شيخ السن ولا إلى هذا وكنت يوحي كبدا روحي قاعدة وأقدم معناك لا سوك الرؤيو قبائل كنينك هو أضيقة عربت وأقدم بوحي بحيين شيخ بحيين هذا يرى هذا كورا يربى الله كدقو وأبي تلاذ هين شيء تمنشر لبا تنجر بأ الله كدقو مركة هوانك حتى شيخ إلى هذا وأقدم بي وليها نادب خريخ اللي جوت كورا تاني عربة مركة خالد مركز دعلا سكونتن كواتر وانا كوين حلقة هذا فقال صبر وحكوي للغلام ويلك يرى وحكوي ابن عباس أتأذن لي ما يفصحيسا أن أعطي إن أنسي عنها أولي بيديلك هؤلاء وفي رواية هؤلاء الأشخاص الأشياخ عفوا
duqeyda inaan caanaha u dhiibo ma ay fasaxaysa. Laanu Nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam marka caanaha asaga laga bilaabay sunnadu waxa weeye iyo xaqiyadu midigtiisa dadka jira iska leh. Midigtina Ibn Cabbaas oo da'yar oo inta meesha fadhido ugu da'yar baa fadhiya. Dhanka bidixina duqey waaye la fadhiya. Adirayaashi ku aadan. Marka Nabigu wuxuu dumcay calayhi salaatu wasalaam inuu jamciyo duqeyda inuu ixtiraamo Ibn Cabbaasna aysan soo firinin. Ibn Cabbaasna xaqiisii uu Nabigu ka fasax qaato. Dhiilkaada iska leh in lagugu wareejiye laakiin waxaa bannaan atanaasulu cala alxuquuq. Xaqaada waad ka tanaasul. Waxaad u aad mudantood leedahay baad dhihi kartaa hebel ha loo daayo. Gurigaada haddii lagugu soo booqdo wadaadaha ku soo booqda inay salaada kaa bixiyaan xaq uma laha. Adoo qur-aankaba aqoonin baad tujinaysaa. Ya umul qawm aqram likitaabi illah waxay ka shaqaysaa masaajidda. Xafiiskaygii gurigii haddaad igu timaado istawa anaa ku dhihi. Haddii xafiiskiyagii meeshan ka talinayay meeshan ugaaska ka ahaa waxaasoo dhan idan khasaais baa jirta. Idan laakiin waxaa bannaan duqeydu ku soo booqato wadaadina tahay ina tujiya waa idin waadmantin gala saadina geliyin oo adiguna aad safka dambe gasho. هذا كتنازل هي حق هذا التنازل عن الحقوق بل نبي وحوض عمر بن عباسنا كإذا قاتوا وفصح كقاتوا سان تقيد قلبك أو قبنين تقيد عانه أوسيه ابن عباس مارك وحون رغضي ويل أن رغاشين كريم فقال غلام ويل كيرا وحوجي لا والله يا رسول ما يا رسول كلا ما فصح هاي كو إذ من مهاي إن عانها تقيد أسيس أنا أنا يرى في السمي ما كو فصح هاي محاجرة لا أوثر الدور مهاي مدوريو بالنصيب أنيق النصيب كي منك كاغا نصيب إيغا نصيب أها أحدا آدم ودوري مهي هم بدا ند محمد هرتي روح كذا أفكا صاري مهي التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقربة وعبادة ولو دواش وحسن مركو حور ربا إن الله هو الرينين لا أوثر مدورة هي بودا ودور بيد مهي بالنصيب أنيق ديف تيدي منك إيغا ديف أهيد حقا ديغا ديف أهيد أحد آدم فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فتله رسول أي فوضعه نبي محمد بعد لقي أو صار يقولك في يدي في يد ابن عباس ويلك عندي سبو صار قبل المرض أظن في صحين هذا إسكال اللقون مقونن كري قبصه هاو شو ما أنا قرتي روحوا شرعي وأسقوا ومضوا ويا وينو فليه ما يضبك هذا ولا بدن بشر دقيد عانها عبا نبي مرده أبد حق هذا إسكالي فصح مركا أم بانسين كرا فتله رسول الله رسول كلاه باصار الليل كي دشيي في يدي في يد ابن عباس بن نبي وصاره قادوا لي متفق عليه تله بالتاء المثنات أو المثنات فوق تاء الله لابد بعض لقسي حق الصار أي وضعه هو وتله للجبين سقراك ما يدن كؤرا لقد هو وهذا الغلام ويل كان أسقى أنا من نو حوله هو ابن عباس وي رواية ابن أبي شيبة سبع نوفا فايز حديد ك مركة هل كان وحكوا ترى مركة التنافس في أمور الآخرة ابن عباس حول ترتم يا أرين آخر وحتى رئيسة والنبي محمد هم بدي يسيا وماش النبي قد ابنها يأفق صاري بربعين وصاروا بركيسته لو أنا هرمرين ساسو كده قالمي وأنا كلا ترتمي دقيدي نبي محمد إذن ويدي حتى وكديدي سو وحول بابا كتشعلا هول آخر ماشي كتشرتا وماشي مركة قاعدة الأورنجري في الفقيات لا إثارة في القربات لا إثارة في القربات وإنما الإثارة في حدود النفس والدنيا قربة هي شيء قال له يقول دوانا يو عندنا ذلك كما باهي كما باهنو وحكا باهي بدن مجرو وحيابها الدنيا دفت الدنيا الله يصدها فيها تدك الله قورا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أما وحي آخر وحكو تري إلى يكون دوينا عد أديك كام بدن أو كاغا باهي بدن مجرد أدونا ما غدا باهي بدن مركو وين أتكون في بحضو حديث كان أحد بدن بلغ قاته وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيه قصة كلا جرتوت قرن إنسان وفي الصحيح حديث كأنس باكو يمت كان حديثه سهل بن سعد الساعد حديثه أنس ما لم بنبق عن الله كياني مركاسا وحلف فدي عمر أبو بكر يا جماعة من الصحابة نير رمية يعني نبي قدنك بكتشوك بنك بدها أبو بكر بفدي عن النبي مركو أنتو ربي كعبي أيو سيي نكرمي قابو ديوي
intuu nabigu marka dhiilka uusan wareejinin buu cumar wuxuu nabi maxamedow abubakar sii abubakar oo fadhiya dhanka bidix maxaa nabigu wuxuu maayay ninkana iska leh culimmadu waxay yidhaahdeen ibnu cabaas nabigu wuxuu oga idan qaatay ninka reemigaana oga idan qaadan waayey waxay yidhaahdeen ibnu jawzi qeyrkii baa ka hadlay inuu ku raacay waxaa ku jira macad daqiiqoho ibnu cabaas haba yaraade waa nin caalim oo diinta garanay xaq inuu isagu leeyahay fahmahay hadduu isagu fasaxana in la bixin kara garanaya nabigaas uu ka idan qaatay asaaliibtii iyo adabkii uu garanaya laakiin ninka reemiiga hadduu nabigu ka idan qaato war caanahan odaygan abubakar aan siiyo wuxuu iska dhaadhicinayaa day haddaa wuxuu eexday saaxiibadii saaxiibka abubakar ahay reer madiino reer mako muu qurayshaynayaa hawla waan reemiya alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan kooda muslimkana jafaaf baa iskaga jira reemiya waa aragtan waa iska qallafsan yihiin marka isti'laafan wa ta'liifan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga uusan wax idan weydiininba laanno idankii laga yaaba inuu si khaldan buu u arko oo cuqdad kaleba uu ka qaado uu iskaga u daayay ama ibnu cabaas xataa haduu nabigu ka wareejiyo uusan idan weydiin wax dhiba isagu oo muuse arkeeno nabi maxamed baa maslaxda kaa yaqaan dantana kaa yaqaan ayuu isdhihi lahaa oo fiqigiisa iyo iimaankiisa keenaya iyo aqoontiisa ama wadaadkan isagu cudur kaluuba qaadi lahaa saasoo nabigus wuxuu u weydiin faruu ka saaray hadalka cumar ee nabi maxamed waa abubakar siina nabigu wuxuu u kaadi kana iska leh abubakar de saxaabo dhan baa ixtiraami jiray wax walbo khayr isaga ugu doorbidi jiray wacan abi hurairata radiallahu tacaala canhu nabi sal slam qaala subana wuxuu uhi bayna xili ayuubu nabiylaha ayuub annabiyu lmubtala asaabir inaa wajadnahu saabira nicma alcabd nabiga ilaahay ka yidhi waa ibraahim baa awow u ah ibraahim baa awow u ah nabiyullahi ayuub baynama ayuuba calayhi salaatu wasalaam ayuub ibnu razaax ibnu ruum ibnu lciis ibnu isxaaq ibnu ibraahim buu yeelay awowga saddexaad mise afraad baa ugu tagaa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam khaliilu raxmaan buu ugu tagaa waa ina razaax ibnu ruum ibnu lciis ibni isxaaq ibnu ibraahim wey marka isxaaq iyo ciis iyo ruum saddexdaa awow buu ka tirsadaa razaaxna waa aabihii marka nabiyullahi ayuub saddex awuubuu ugu taa nabiyullahi ibraahim ugu tagaa addoonkii aada loo imtixaanay ee faqri lagu imtixaanay ee caafimaad darra lagu imtixaanay toddoba sano waa fii riwaaya 18 sano ayaa la imtixaanay baynamaa ayuub markuu ilaahay caafiyey ee la yidhi biyahaasi ku qabay suurad sood baa lagaga sheekeeyey bartuu ku qabaysanayay ee ilaahay ku caafiyey baa waxaa lagu soo daadiyey ayax dahab ah koronkoro dahaba soo daadatay baynamaa ayuuba calayhi salaatu wasalaam yaktasilu uu maydhanayo curyaan isagoon dhar qabin haddee dharka waa la iska siiyay marka la qabiisanayo haddii allahu markaasi aada ka baqayna cawradaadii cid kale inay aragto fakhara waxaa ku soo hoobtay calayhi dushiisii jaraadun ayax baa ku soo hoobtay kabajaan waaweyn uu weeye oo min dahabin dahab u eg suuradiisi iyo muuqaalsi waa dahab midabkiisu waa dahab isaga dhan waa dahab laakiin waxaad mooda kabajaan baad moodaysaa kabajaanna maa waa dahab caadi ah waxaa ka daray ilaahay subxaanahu wa tacaala naf buu geliyo markuu soo daatay wuu kala yaacay baad wuu kala yaacay fajacala yantashir dahabkii ayaxa ahaa wuu kaa dhaqaaqay iyo daadashadii shayga birtaadee markuu dhulku dhaca wuu yaacaay inaan naf la gelin oo dhaqaaqayna waa dhici karta xagga iskaga dalaandishay fajacala ayuub nabiyullahi ayuub wuxuu bilaabay yaxsi inuu hoobinayo ku ururinayo dahabkii soo daatay cirkii ilaahay ka soo daadiyey fii thawi maradiisii meeshuu tallay yuu bilaabi inuu ku gurto fanaadaahu rabbuhu rabbigiisiibaa rabbigiibaa u dhawaaqay riwaayo kale umtir calayhi jaraadun min dahab waxaa lagu roobay roob ahaan loogu soo daadiyey dahab ayax ah ama ayax dahab ah fanaadaahu rabbu rabbigiibaa u dhawaaqay caza wajalle wuxuu rabbi yaa ayuub ayuubow alam akun miyaanan ahayn ugniika mid ku deeqay ama aqnaytuka mid ku deeqay camaa taraa waxaad urursanaysa miyaanan kaa deeqin miyaanan xoolo ku siinin miyaanan kuu nimcaynin maxay tahay dahabkaad marada ku urursanayso ilaahay wuxuu eegayaa adduunkiisa siduu u shukriyo ilaan marka la soo imtixaanay ee faqri iyo xanuun iyo laxow dadkoo dhanba ay ku naceen oo dadkoo dhan ku gooyeen oo lagaga fogaaday oo lagaga cararay oo xaaskiisii baariga ahayd bas ay ku soo hadhay baa ilaahay imtixaanay wuxuuna ka yidhi innaa wajadnaahu saabiran ba ilaahay kay nicma alcabd innahu awaab almuhim hadda waxaa la eegayaa
هدي لو نعميو هانتي بدن لسي عافيمات بل جوابتو بخيو الغني الشاكر والفقير الصابر والمبتلى الصابر انت صفضيله الهي ادونك ايوب اكل منيا سوقيني. قال ايوب وحول البلاء ها الله ما قال الهي وادي نعميسي وادي قد يقضي حوله يغفرون ايغا بدن باديسيس وعزتك شرفت ادان كدارتي وعيد ان نحاد هلكن هدي نعم ليرهدو ولو قالو بهايا وليها نحاضة أي عربية هل كان بلا ماشي هذا هدو النبي لها أيوب ليه لأن نعم قال لما ينقل الله أيوب معاجرة ألم أكن أغنيتك عما ترى نعم هذا ترى إماذا ديقنوي وحبا إمادا سيني وحديقة بطي مجرته وإنكرات الضفر يسو نعمة إلهي الضفر يسوي كفر بيسكو بدليس لكن بلا مركات ترى هذا وحوي ها واقير الثاني اعترفوا معناها سيؤتشي هذا استفهام كان نوعنا تقريري او حلقات رباه ان تكون جوابته بلا ألست بربكم هي. قالوا نعم حين والله كفر اسكيه لالي نحاضر سيدها سيؤكل قادا لكن فوق هذا عرف يقص عذار روحه وحو نعم يا بلا يوجد ما في رنيا الفقهاء في هذا الباب بلا ينعم هؤلاء يؤتى لماها انما يدورنا حول العرف عادي رقم وحيتهم بايجيان اما اهل العربيه اجرميلي الفيلي وحكولين هل كان هاسكولين نعم هذيك لما لقاها قال وعزتك شرفت هذا كل دارتي ولكن هسي شيء لا غنى لا غنى بي ديغتون يقومت سكنو ديغتون يقومت شرو عن بركتك أن قد يقتوم إلهي إلهي وادي الدق وحول بعض لكن الضوء محانا من ربا أن قد يقتوم كرين بركة هذا خيرك عصب وفي رواية لا غنى بي عن رحمتك وفي رواية أي ربي أي ربي ومن يستغني عن فضلك ربك يو يا قد يقتوم كرادك فضلك هذا نحريست هذا حيث داب عصبه وهد إلهي أبوري وهد ربي سميي حديث عهد بربه وأنا حريص قوني حول بركة يسوي ولذلك سحاد وحيد أن كنا نعد الآيات رحمة معجزات كأي بركات كعصب نحريص من أركي جري بركة من أركي جري ما بيلا يطيب كصعدة حولها إلى هذا التوضع زي حولها يقول الله مدمه هو وحساب عصب وحق هذا كتيمت مركوا أورسن هيا وانا بحين هيا الضوان كد يقتومك رب بركة هذه فضل قال إن حريص هذا الله واقومة إذن إلهي وأبك وركة أسقع مع كجر مركة الاستكثار مما يتبرك به نملا أيوم محبتنا يا فضل قال إن حريص يا بركة رب حق سيكتمت وعقل كجر حولها حلاشا إن لقد ذلك رؤور انتو ذا هدي لقب بحين أيو ميل خير لقنا قلين هيو ميل حلالا سيدو قد قال نبي الله أيوب إنه الرسول ذهب كحلاشة يا بركة نحق ربك يمين وعقل كجرة فضل غناها إيا غني أولايا لأن الله سبحانه وتعالى لأن أيوب وحمال كان كم على بركة بركة مالك حلاشة اذهب تميشو كيمت مال في عنا أذكب بحين يسو وحاوي يا بركوي وأن حريسي يا فضلي وهي باب فضل الغني الشاكر وحو بابي هاي مسألة دي بضم بها الشيخ بالله وكين الدونة على مربى فقير ك صبول ك صبر أدل قاتا قاتش ذا يرفض ك صبرة يروح غني ك هذا ك تناد ك إلهي كل شكر حمدية وحر رب سيء أن كأب على دعين كبا فضل بضم أو خير بضم بها لغو مربى أقوال بضم بها كجر تأدب لغو دجالما صواب كنا وحوي هوش إلهي النبي يسوع الدور تبا أفضل بضم هو محي غناها انا ما فضي بضنه فقر قال فجبس كان ما فضي بضنه محافظ بضن الكفاف عشاء وقدو جوع يوم وشبع يوم اللهم اجعل رزق على محمد كفافا ومد اخر بضن مد اي افضل هسا اتيها دنا ودا وحلين بحسب الحال ان فيرن الضوء وحاجر فقر وضن بو هاي وبقالوا بدين تكبح حياته كل بما نور انتو يداد أو فن نأس هذا يدينه هو رنك تجاهيا الدنيا ما حمرز
أدون مصلحة دي سحوه وشلنكا يسندر يرضي هولها تشدين يعرب لقى ويهي باجر أدون وحاجر غنوه وقبض درها يبا كلا إن الإنسان لا يطغى ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض أدون حقوق شلنك إذا باجرة وقدروا مالك وشلنه كلابك أنك بحينين إسليب أدنك أركينين دلك بصران تانك قادي حقوق مركو قاتشوذنا صفكو ركتو كان هيا كم حضنوا فقري كفافك كاضنوا آخر ديس مركب بحسب الحال هل إذا ذي دهينو أدون كفقر وأرني هي إلهي مركو فقير وأصو وحواي وكل هذا تود إلهي شو دي بيا الصبر يا أدون ما دي موتشنا يا فقر أو خير بدن مثل شيلين ككو كبر هيا شيلين كأوجد دريانا فقر أو خير بدن مدكو شيلنك أروني فقري وأقدر هايانا شيلنك أرون بحسب الحال هل يجي هذا ومسألة يعني لجوين وبرلو جوين أو يعني لأورنن غنيك شاكر كافض بدل نصح ما يجي هذين فقير كصابر كافض بدل نصح معها حالة الروح حالة قيمة لمن كان مال بيقول فتن جب جب هذا سيد الصواب كقول كشنات لا الفقر ولا الغنى منا مفض بدنه وح خير بدن الكفاف ومدوا إله أدور طي نبي جيسي أكثر الصحابة رضا الله تعالى عليه باب فضل الغنى الغني فضل الغني الشاكر نك هذا كتنا كإله أمها النقي الشكرية حمدية فضل جيسا وهو غني الشاكر كأنا وحوي من أخذ المال من وجهه روح مالك ككينا كشقيسة ماشي الله وطلق لي حلاشة هاي من أخذ المال من وجهي وجهك حلاشة إنك حولها كشق يستلوج ذا غني الشاكر كا وصرفه حولها كبحية في وجوه ماله المأمور بها الإسفاري ودوينك وذقوينك شحضها إله أم الضفري وجوبا أو استحبابا بكبحية مال حلانا وكشق يستا إلهنا وحمديا إذا كاس فضي أي حديث بابي هاي باب كسر قال الله تبارك وتعالى فأما من دونك أعطى حوليس وحكبحية واتقى ربنا كعب صدى وصدق رمية بالحسنى جنة آخرنا آمن سن فسنيسره رب حنوف ذينا بنك أسقى لليسرى وذيقه السهلنا إيه جنة جين لها فأما من أعطى من ماله مالك سوى حكب حين وحبو لبحها هي واتقى ربه في أموره ربنا كعب صدى وحو البؤو صمين أيه وصدق بالحسنى الحسنى هنا الجنة قال لي هذا بدل إنه وحول البوب بحيله بدل كاسين كاسين يا لغوف السراء ثواب لغوف السراء المهم أرنك آخرنا آمن سن فسن يسر للسر اعملوا فكل ميسر لما خلقوا وذيك الزمال المحيول صدقنا عني دونه سانسان كذا انقرتاه سانسان كقاب حسكوه سعضان بانقران ميشان مانتين وعفك قرفان هاي إيو إن كالي مرك الروح الرقن كيسا كتوسا يقابك أسعده إنه خاتمة وناكسن قدام بيندون إنت بدن غالبا والبداية تدل على النهاية صمالي الوحيدة هذا دبال الحمد هرق كب الله نبي أقول دبال بنقانا بل هو بيقل باتري بل بدأ قل أصوان ميلة قارين بلفلي عادي دبال متقان نقفريس دبال الحمد هرق كب الله البداية تدل على النهاية إلهي مرك سبحانه وسيده سوليه نينك اللي ما دا أسباب تاسي وحي كينيس أعماشها صالحة إيمانك يفروعي سوحي كينيا إيمانك قلبك يفروعي سجدارك وحي كينيا خاتمة واناكس ودوا ناكس إنا قدام بيسو وقال تعالى وحكم رب غير وسيجنبها وسيجنبها وحال لغا ديري النار يجهنم لغا فغينيا الأتقى متك عبسد بضان أتقى هنا وحال مفسر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بإجماع المفسرين أحد كان إلهي آذ وقع بسيد النار تلقى ديرن وأبو بكر إجماع بالسوقوري ابن عطية المالكي في تفسير المحرر ابن كثير باكمر وحيدة هذين عموم باكجرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نوال با او الهي كعب صدا شركنا اسك الىليه معاصدنا كفغاده او سيد ابو بكر وكلا ادقما اي ايد او تالا اي دغونكما اها سيدنا ابو بكر بيدالين وركاس ابن كثير اي شيغان ابن عطيه من حيث الاصول وضعيف من حيث الاصول الفقه ضعيف وي
محاجرة الأتقى سيغضني مركل إليها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحاشرد لفظه إنه عموم كتشره لفظه إنه يلفظه قدب الله أو وضعي واحد لقها يوحن باران إنويا هذا لفظ عموم ما يشي كجرين بسيغ عموم إيش إيسن أولي لما أرنكر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو شا حرتا فهم إيسا قدينا دقيدا وحان شيء ونسكتا قيست وين اسفانا إلا الطائع مرك حقيقة جرابا اللي عموم كأسيق إرقا بلاران دطهور نسوه ذا قلي كرا نوال بوم متقي وسوق لي حقيقة جرا ما كجرا لفظ عموما أشاس أقوله على أطقى كجرتا أصول كان الوحي عام نقطة ويدد بضان ودر قادتا مرك يتاي موصولة أشي موصولة ذا أهيد أما أي تاي معرفة لجمع أو لمفرد بشرط ألا يكون هناك عهد وذكرنا إذن إن الموصولة أشنا الموصولة ما بالاتفاق سيدو كلي جمعنا ماها الأطقى ومفرد معرفة لجمعنا ماها ومفرد مفرد كان مركي جمع مركي قشو أي معرفة أوتهاي معام بي فائدة يسمي سمية خلاف بكتشرة وحانا الشرط أمركا أيضا إن يسن عهدية هاي عهدية ويا لي مركا بشرط ألا تكون عهدا ألا يكون عهد سابق إجماع أمركا مفسرته يسوق قورية وألطقى هنا إنه يا رجل خاصة من أمة محمد وهو أبو بكر الصديق بالراجحة بحثك أي شيء إنه كثير يعني من عطينا وضعيف من حيث الأصول صدرت الرازي وهو شقابك أوه الله يبقى كسحا وقابك أوه الله الشيء إنك إلي وعام إنه خلدني من حيث الأصول ورنتي وأساها كسحا سيود أنت بصوقة مركز أسأل ستيري بحثنا حاسكلها الرازي سيدنا نقطه وسيجنبه وحال غدر يا جهنم يا النار الأتقى مثك عبس إلهي آد وقع عبسده الذي كاسو يؤتي بحية ما لو هنتي سو ديبا يتزكى سو اسنظيفنيا حمان بخلي دنبي اسك الظهيره هي اسك نظيفنيا معايا الي مركز حولها بحيسو الهي باكو طهيريا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم إذن ويكون نظيفين بخلق حقدق حسدك قطع نمضة شحق وحاصل بحوله بحنته ذكاء كان نظيفين جهنم كان نظيفين دم بقضى لقود نافية على الرب قيب يكاب اختينيس صدق وما لأحد عنده من نعمة تجزى سوى نزولك انت انتم بوحال الشيء ومفذلون تقول لك سوق قوريان حول بضم أبو بكر بحين شري نناد وديق سوءها قال يقانه قب قب لشيب وآها مركا مركا مسلمين تصوى إسلامين قالوا دون عياد مسلمين تقبع بإسي أضوما بطن وإسلامي بآد وبا بإنجري حولي سيما من توقضوا أضوما والبا أو إسلاما أو لقب أيو سود دينجري حول بطن بكو بحي أبيه أبو قحافة أي مركا دمو يري حول أبو حولنا كوما نصنين وحول كوما الدهنو رك في عنو هردو قرب استايو كد في عنو مالا سوقة نمبو حراد بحين يسو رق حر هو وين هدو وحكتره دبر كون نقضه كدفاع ماشان حبط باكس عطيه كو إيبي برقلي أبو بكر وحولي وحا من أضمه إيبين أيو وكو دبر كي نقن لها إيه جهنم يقد دفاع لها أبو حق قحفظه وحور ربا رقم رقواوي وسيفها سيفت سبعا وقاضه ودقع لمن أضمه مساكينة أين لزو إيبي هولي الدنيا أسوء كيالا وقبا وانتو اسلام كهروي لكن ابو بكر حقوق باوكيالا اخر نول بايشو حقوق اركا هي وحم مسكح ليس كجرا ميل هذا انت دي لما رنك رميقا الله ماشي يا هلا ارمانا كما يرعوك دي نك بيرلي دم حقوق دي ماشي المحابير كجرتا اصلح في عمبا كجرا حبير يا كاركتا كجورج الدونة هيعود ماشان قصري يا كتاكتا صدح طبقة كوري هوز نيم البوح ودرم بو إيشي زو قبطة سأو قادة إيشي زو حيا رتا نيم البوح ودرم مسكحي زو كتشرة وذات كزاهيد كيسو حودي ماشان يا بول يركدك ستو ومدك قصف فقادة وقدر قلية ونيم البوحوشيز هوش سأو قادة أبو قحاف وحي مسكحي زو كتشرة بإيشي زو قبطة أبو بكرنا وحي قلبي زو كتشرة بإيشي زو قبطة إذن كوغا لاو هو مشركين وحيد أهدين وحنو حولو حولو كو دل دل هاي
adoomaha u xoreynayo adoomahan oo dhan ba abaal ku lahaan jiray abaal buu gudayaa gacan lagu lahaa buu gudayaa weliba ereygaa waxay yidhaahdeen markuu bilaal xoreeyey umayatun khalaf ayuu abubakar intuu u tagay wuxuu yihi islaam diinka soo gal nin dhib badanna waa abuba bilaal adoonkiis ninka adoonsanaya wey maxaad isiin bilo haddaan diinka soo galo waxaan xoolo leh o dhan qaado wey abubakar haddaan ay ganacsado ah maal qabeen waxaan leh o dhan qaado macal mareegaha furfuro maqasha wax o dhan kaxayso waxbaa ii reebin laakiin diinka soo gal mayuu yidhi wuxuu waay ninkan miskiinkee dilaysay ee nafta u keentay bilaal iga iibi wuxuu yidhi waxaad iga siisaa adoonkada nistaas la yidhahda nistaas oo adoon abubakar lahaa weeyo mar gaal ah laakiin qiimahaan u dhigma jiray 10,000 oo dinaar nin qaali ah oo faryaama ah oo qurasho dhan taqaanu ahaa abubakar keligii baa nin noocaas wuxuu yidhi adoonka iga sii intaas hantina igu dar adoonkii buu siiyey lacagna waa ugu daray oo bilaal busaa ku soo xoreeyey quraysh waxay dhaheen war adoonkan xulaa intaan le laga bixin maxay ahayd waxay dhahaa gacan horuu bilaal ku lahaa abubakar ilaahay baa ka jawaabay wamaa liaxadin cindahum min nicmatin tujza wamaa liaxadin aadama uma ahani cindahu cinda abibakar min nicmatin abaal iyo galad oo tujza axadkaa laga abaalmarinayo ma jirto wey muxuu wax u bixinayaa ilaahay darti ila btiqa ay maa yunfiq wuxuu ma xoreeyo uma iibiyo ila btiqaa waji rabbi lacla ilaahay wejigiisa sare inuu doona waxaan ka ahay allaha sare wejigiisa waxaankan ma doonayo dan kale kama laha laa yuriidu minhum jazaa'an walaa shakuura marka abaalgud iyo mahad iyo eray midna ka doona maayo waa sitii muslimiintu lagu ammaanay wey inaad ruux ilaahay darti u shiiso adoon ka doon laa jazaa walaa shukuur waxaa weeye wanda loo baahan yahay abubakar ilaahay ku ammaan wala sawfa yardaa buu rabbigeen yidhi abubakarna mar dhaandheerayn buu qanci doonaa oo howluhu sameeyey abaalkeed muudsan doonaa insha allahu tacaala marka aayadda abubakar bay khusaysaa waa man qaba waa khasiisa min khasaa'isihi radiallahu tacaala canhu waardaa kuwa ugu dhowaanaya adoonka ilaahay sidaa u ammaanay oga hadlay ugu dhowaanaya caydiisa iyo ku-xadgudubkiisa iyo gaalaysiintiisa iyo dinkasaariddiisa iyo duruddiisa iyo fadaxayntiisa iyo jaa'ifintiisa ilaahay ugu dhowaanoo soomaali iska dhigahay waa aniga habeen dhawad ka hadlahay ee nimanka iyaga ah maxaan isku ogeyn hawshu waad fahanteen bay ila tahay khayr wey waqaala tabaaraka wa tacaala rabbigeen wuxuu yihi in tubdu sadaqaati sadaqada inaad haddaad muujisaan ama inaad muujisaan in tubdu sadaqaat sadaqaadka haddaad muujisaan ood daahirsataan fanicim maahi ay fanicma ibdaa'uha in la muujiyo sadaqaadka tatawuca ah ee sunnada ah ayaa u wanaagsan way wanaagsan tahay wey way wanaagsan tahay wain tukfuuha haddaad qarisaan ood hoos ka bixisaan sadaqaadkii waajibka ahaa sadaqaad haddii laydhi way soo wada galeen laakiin ibdaagu iyo muujintu waxay ku wanaagsan tahay sadaqada faradka ah marka hore waa idiin cagsiyaan umalaynaya sadaqada faradkaee waajibka ayaa waxaa la sunnayaa in la muujiyo oo la daahiriyo oo tirada xoolahan waa zakadaydii waa shirkadda zakadeedii waa geeligii zakadiisi waa lo'dii zakadeedii ood caddayso haddii kale wax lagugu tumi hebel zakada ma bixiyo maxaa weligaa isagoo zaka bixi maana arag alla shookan maxay zaka ku baaqatay waa ahlu naareed baa hoosta lagaa dhihi san lagu baabi'inin marka zakada waajibka inaad muujiso oo la ogaado ayaa wanaagsan adoo niyadaadaan iska xumayn ikhlaaskaada iyo sidqigaada amaa sadaqada sunnada ah inaad qarisaa wanaagsan sadaqatu sirri tudfiu ghadaba rabb sadaqada hoos loo bixiyo carada rabbigay bay bakhtiisaa wain tukfuuha haddaad qarisaan wa tu'tuuha alfuqara masaakiintana aad siisaan fahuwa khayru lakum ictaagaas iyo ikhfaagaasaana idiin wanaagsan wayukafiru cankum min sayi'aatikum dunuubtiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbuu ka dhaafaya ama waa idiin dhaafay wanukafirna de waa qiraad garanaysaan wallahu bima tacmaluna khabiir wix walbood samaysaan ilaahay waa u xog ogaal wax ka qarsoon ma jiro kii wax muujiyey ee ikhlaas ka yahay kii wax qariyey ee dana kale kale waxoo dhan rabbi waa og yahay وقال تعالى ربنا وحور لن تنالوا البر وناك قل هي ميسان جنة هي ميسان
حتى تنفقوا مما تحبون الى الله وحكب حسان وحد تعشي وما تنفقوا من شيء وحول بديبتانا فان الله به علي الهي بوحوك على اسف وحول بروب اوجي وحكى قرصون متجره والهي كقرصون لا تخفى عليه خافيه الهي هو علام الغيوب مرك اضوه وحاط بحسي ودر الهي ابحسي وضع انما كديبت انه كا خساره اما ضل فضو ملك لك هكا بقي جي عبد الله مسعود بن من دغحي الرسولات ورد ترسن هي حنا ايدين بلن قادي حب هل حب ورد نسكب وسن كهلابني عمل كسوبسده دغحيان اسك دادي اسك تغا مش يا ترند لا دبا تاغنتين معايا الى رب حسابي ملائك باب الله سو ترسدي لبد غرب باب لا ساري هي نفت هذا مال حسابي سلام حسابي مركا جيفت اسك خورنيسو حساب مكو كو سوتو مسميا لا نقاش نفت انا نفسي من تشيد مرنا عشنيسو حسابته مكو جيرتا مسكو ما جيرتا لا اسكو هيا اخريا بحثك تفسيري حديثك فقه كجرة ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد مكي علماء فسريه فإن الله به عليم والآيات في الباب والآيات آيات القرآن كي في فضل الإنفاق بحين تفضل كجرة في الطاعات وحلق بحية كثيرة وابضانة معروفة ولا يقانا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابك وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحجري لا حسد كما شمجرت إلا في اثنتين لبع الرموت أما لبع عرام أما لبع حسن بالسكو كنتا لبع عمل رجل ويمتك كوبل آتاه الله مال إله هنتي أوسيي فسلطه رب وكسلط وكدري على هلكتي مالك إن لغب بعيه في الحق ودوينك خير كي إلهي سبحانه وتعالى إذن روح هنتي إلهي سي كدرا إنه حولها كبحي مالها خير كا ونعمه وحمدين إن لك أنت والله جنتم مدنيا لا تمدين مدنيا تسليط بإلهي كعبري هذانا كباب بانت هلك على عبر واحد نبحنا هما صلك كم رهايا على هلك حلي باب بينا سيدنا أبو بكر كلوي يوم يوم تبوك وحلا بحى وحاي يرن بوك يعني نبي محمد ما أبو بكر هذا محمد أنك تجين مع الدريه بعد وضع يفرد الله دي واسدة حررت يا دوسة تكتي أهلك يريرك إلهي بنا دوسة تكتي بقولي قات عمر ومالك يقول هل كان مالين بان دمعي بقول انتان ترت لا ترت ابو بكر ان كرهيو ابو بكر روح والبو خير ان كترتنو ويقبض يا ابو لكن حاجه ما انت جانس هيسا يو تبوك سوما اها حقوق ما ان يرهي برماني كحوا اسكو كي ادي حولي ما انتان في ريبان لابو كلا جبي بور قيمنا ريرك بان اوغسو تغي قيمنا بغان او كيني انا مركا جخينيو له ما انت ابو بكر قد بو كو جرا مركز اللي يدي بوري وحكي سو تجاه أبو بكر بجر كله هو كاره ما لك أصلاً قاعد سامي مرت من الله ترت من أبو بكر فرحان كقاضي ويلك مسلمين وكيا دمرك وحلاقة شيء نبو عرون شري حناق شري صاحب كي إيدايا فرحك بناك كم مرة ومن طعن في أبي بكر فقد كفر مسلم معها نك أبو بكر دور الدين كيسة ليس بمسلم ومرتد جيسة وين صومالي ما هذا قربان ينشي وايو بوتين بولا ليين هذا قصة إنسان إسكا إلالية مدك الله بادئين لك أن تنبضا ورجل ويأتاه الله حكمة أي علما رجل إله حكمة أي علم سي فهو يقضي بها علم ومدخوك الحكومة هيا ويعلم وبرأي حديث وين صوم مري متفق عليه وتقدم شرحه قريبا مرة ويتون صوم مري نصور مري شرح سبول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبدا بمرك وحي متان وان لكنته يعني نينك لا ترتوي نينك نبغو كبلاب ان الله مال او سيي او كدرن او كممن خولها انو ودوينك خيرك او كبخيو وا شي لكنته لا ترتوي نينك اسغا نينك لباد ان الله علمي اقون دينتي امده كل حكومه اي غري حاجه ديت ما دو كودي جاهكنا وحبر هينا اسنين لكنتم مدن يا اسنا لو ترتمو وهو الاخره وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحول الله حسد سدوك لك ما شمجرته أما حسد مجرع وإنسو الشيء بحث يقول جرى حسدك حسدك وحولي قيب أما أنه محمود هي قيب مذموم هبين نبود بعدين سو الشيء حسد وحاجر ما كما حسد كي ضبطها أو آد تمنده إن هبل لغا سوريجيو لغا قولان شبط لغا سو شبو نعمده هايستو أدقا لغا سو شبو لبا قربة بنانتاي وقربة نعمة قال كو هايستو إن لقى حسد وي برنان تاي
maxaa kaloo bannaan muslim waa faasiqi caasiga ah ee hantidii ilaahay siiyay nicmad u kaalmaysan haya ilaahay inuu caasiyo xarkaha rabbigay gooyana waa laga qalin shubatayn karaa hadda kor baynu soo marnay waxaan labadaa ka ahayna ma bannaano waa xaaraan kamashi iyo xasad way kala yihiin kheybtadu kamashadu waxa ilaahu hebel waxaa sidoo kale isii wey ilaahu cilmigaad wada hebel ku shubto kale igu shub ilaahu caafimaadka hebel siisoo kale isii isaguna u barakee waa kheybto kamasho wey ama xasadku waa maxay ilaahu hebel maba astaahile ka soo wareeji ma astaahile ka soo wareeji laba meelun bay gashaa waa idin soo sheeg abu maxamedna uu ku yidhi wixii ka dambeeyey way socotaa ducada iyo habaarki خير وي لا حسد كما شمجرت إلا فتنتين لبع على مويين رجل ويك كوبادي آتاه الله القرآن قرآن كرب أوسي وبريو فهو يقوم وكو استوى كتو كذا به قرآن كي أنا الليل هبينك ساعده سا يو أنا النهار مالك ساعده سا مالك نو إلهي بكو عابده وآخريا وكتو كذا هبينك نو إلهي بكو عابده وكتو كذا وآخريا نكاد وحاوهي هذا حالك كريه إلى أن هيسون النبي قلنا وقتك عند الله نكيم الدواء قرآنك تأصيق هذا حرمين ويدود بران ويدود كتوكان ويدود ماشي محط قايس مدك اللباد ورجل وآتاه الله المال إله المال سيئي فهو ينفقه مالك ببحين إياه ديب إياه ضد كمضان يبهان بوسين إياه قرابض وكحيين إياه ينفقه وبحين إياه آناء الليل هبين كحلي يديس حل أقونا أما تشرو أنا حل قام وحصد قيس تأيئي ماذا وخلط هذا معي التأذو حسابته وان حل صدقة ويشكرنا ماطي قل يدو كان لي ذا وقام بس كجارة هيا بعلو وايد دمات هذا الشلة إيمان الله هيد وحبه دين الله هيد هذا وش خلط هو باهيد مر البيت أنت هاي وحكوا تلاقل حساب هذا الله بقول كسي يقول لي هذا سيدا ترى مساكين إن كلها لنا والله غيابة هذا بس كود الله هيد فهو ينفق حولي وبحنا يا أنا الليل هبينك ساعده سي وأنا النهار مالك ساعده سوى مالك بحن متفق عليه إذا هو تنوع إن لو ترتمي من الطاوي الآناء الساعات واحلية واختية ساعتها حديث كي نقول من بابك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء ذي لذلك سوه جرو ذي إما ككسو التقي أما مي إما كي حجازي نجد كيمت إن محمد ارتي سوء آدم مدينه أتوا رسول الله رسول كلاب إيمادين فقالوا وحيد أهدين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم نبي الله ذهب أهل الدثور قليه حولها بطنا أهل الدثور كوا مالك فربضان تنباشا أي دثور كالليد هذا ذهب والله تقين أهل الدثور هنتلي سكسو قابي ذلك هنتلي دعها وحيقاتين أو عين غرافين بالدرجات العلى درجوين كي تشنده سرسرية أما حسنات كي بين نقبص النبي الله وحيك نقبض ثدين والنعيم النعمة دي قلدي المقيم النجاني سي جنة عيدين لقى أن لقى بحينين حقنا أن رمانين فقال سبحانه وما ذاك أرنك محقود عاي قولي أنت لا يشأها ما هي كود على إني درجات خير أجر كان نقبض صدان نعمة دي اللي قلنا قان هي نقوى إن أيدين كهرية فقالوا وحيدا من فقراء المهاجرين دو يصلون واتك النبي الله وأهل دثوركو كما نصلي سنؤتكن أو تكن وار النار قتوس مسدك وضع النبادنا ويصومون كما نصوم بش رمضان يسنون كما وضع صونا سنو صونا يصوم ويتصدقون وحبا يلبح عن حوله هذا ولا نتصدق من مش الأوكل هلين واكادي وحبا يلبح عن أنا ونحب الله مبحن وحن لبح عن مهين ويعتقون مسا أضوما يحريان ولا نعتق أنا ونحن حرين مهين حلا ومهيني فقال رسول الله رسولك لا يحيي أفلا أعلمكم موال إن برينين ما يدين براو شيئا شيء تدركون أتكوها ليلة إيسان وكقدب التقيسة بيا أصيغا من سبقكم عاك إن رافي كيدن رافي واتكو قاريسان وتسبقون واتكقرد قيسان وليحدة تكون ريبيسان يهباسك بيا أصيغا من بعدكم تقتل كدن بي شيء هذا الله تما دان نين كدن بينو يسوق قارينين كيدن رافين أتكو سوقابان إيسان ما يدين شيئا تدركون كها ليلة إنسان به أسقى شيء من سبقكم روح إذن رافي إذن رقيوي وتسبقون كقدب التقي كل رافي إنسان وسودين كسو قاري به أسقى من بعدكم أنت تقدم به ولا يكون سنقين أحد آدم أفضل منكم إذن كونكس
إلا من دول مين صنع سميي مثل ما صنعت وحط ميسي هذا ننكي وحط ميسي ورن سميي واثنان إيسان باللوجي ذا أفضل منكم حلوجي ذا واثنان إيسان. قالوا وحيدين بلا يا رسول الله نبي حمدها وأبهنا يوشا أيضا عمل كير إنه كقبنا إنه ننكي ندافك أنك قد بتغين كي أنك دافين وسنسوق قال النبي الله وأبهنا يسودا. قالوا النبي حور تصبحون إلهي بن زهيس سبحان الله بعض ورنيس وتكبر رب بعض ورنيس الله أكبر بعض ورنيس وتحمدون الله ما هذه الحمد لله بعض ورنيس دبر كل صلاة إلهي بعض ما هذه نيسان جماعة من السلف مروا الب أو شيء وأنا أكسن أي سمايان صدق بحنتري نسخ شو قال إياه كادي كنت تغنيت باك إيمان وصودنا جودنا يا ونفسيا وصبح وحودي بيا ده نعمة ده كوكي استغفر عذاب وعقاب هردو سيحانا يا وكنا سنة وصوكع وحور هذا مصدق سنة يا هردو ده كنا سطي تطبع العقولة العقبة الجوع هاي ملايين سمو جديد كينا الغص هذا قل يا كينا وحو أدري وهاي وحو هنتي لو يوردن بكو درسن لها هل هبين وسبعون نستو أخوريو وهذو دون درر وقدات سمك الرئيسة هذا كور بيقول أضي ويلي وأنجل شراء هابوني نعمة أن كتشرة هذه ما أنت أن هليو وحنا يستورد ما هو قدر لها أضي دنتي ويل لو كوني سجالك لا ونحرست بحاجة رأي وحنا حسوا سايب رأنو أنتان هل عن أنا كردمي جيت قنص حوزتي أنتان إسكس سحري برق من بان سحري أنتان أنا كدركي قرحة إكرم ميسو عصر قابا ماركة بانو مال علو بنان إسكس قرحة تكتي قبتي ليذك يقدر يا ري يا قوي بتمح تقريبا حوجي فيت وضوص على الحساء أبا كبضر وحان توصيبه أنا راح هذا أن كسب هذا الله يابس هردد واجي هذا كله لا يبغى العق ما أنت وارز يصلى هجرت لو جيل عنا يبغى يكحون ويبر بالعت كي يكحون ويحول بابر مو كل خلف شو رم بشو حول شو بهي أما سفر نير بسوق علي كينان هيام بسوق علي سيف وعاف ما تقبض كسي عري نعموين كسان مويسان ما المير باكو صدقة بحريس قذف في عم بضعون إذا الحمد لله صدقة بحنشري بيا العب كدين كي يكون مري أونك كترن صدقة سلف مقاري كرتان ما أوش صدقة دونكم هول قصوت لقال بس ما نعموين كي يرك يادو هدا دروف في نبا أوبا هان إلا قل شكريو لقى صدقة بحيو دبر كل صلاة صلاة البقداش يدبى 33 مرة صدني صدح شير بس سبحان الله والحمد لله والله أكبر ورنيسا فرجع الفقراء المهاجرين مهاجرين فقراء ذبا والله أبطي إلى رسول الله كل أبطين مرة بعد هو شو يمدوه ذي سرت بوحاه لي نمان كي مال قبين كها ما يسرت وي مال ما يكون صدق معي وحكت بحضي اللي أيقلب تركوه ونمان كان صحابة المهاجرين تفقرة ولا ويدين ومخلصين ويشجع هي لبي محيدين شجع وش نوشجع هذا أنا وأكون جراب علي ولا قلا دارت ما هو شيء صان معطل ويجري إسلام ويجري قرآن إسلام تسبو قراعي جوارد في عم بقبو قيما بنا ساكف في قبضان مركز وقول كلا دالي نبي قوس ودعوت حول جوارد صفوان ومحل كدش حول نبي الله وحن كنت لكم شيء جاية قرآن كسورة بانو كأقانيب والسورة هي قد تكني بانكو قولوا مركا اعتماد سورة دانو أن كنت كلها بيجي قد تكتابه مركا هاي ديسو هديك علي هدي سام بيوسو دعوه مد الله بعد نبي يقول الله يا أبي وحوص صحابي يقول قاتي هذا دي أزوزي هذا كنت كت أنا وأنا كنت كن كريم وين غوني سهول رمات سورة عصب لقاء الرب نصور ده إيه ده برضو القرآن كمله هكاله وده القرآن بدن تاعي مله هكاله ده فوف ما يجتري تاندورا كنت كرهي والله ده قال له مدة كله موسى نقول حديث كأها نفط إني ويسد تبيسه سو كنت كان يسكن نفسه ده صعب ورسالة كأجبت يجتري نصالة ده محقق عليه بروح قلبه
midda saddexaad rituu asagu lahaaba uu waqfay oo wuxuu yidhi waxaan ku waqfay oon ku bixiyay fii sabiilillaah ayadii baa xaj u baahatay waxay tii riti gaadida isii oon ku xajiyo maxaram kalena way wadatay wuxuu yidhi halkaa riti baa jooga ritigaasna waan waqfay fii sabiilillaah baan u bixiyay jihaad baan ugu talagalay waxay tiri alxaju min sabiilillaah xajka la xajiya wuxuu ka tirsan yahay fii sabiilillaahi wixii jihaad loo waqfay xajna waa loo isticmaali kartiga cambage tiina wuu diido kula dagaalamay saddexdii masale isku dacweeyeen suurad inaan lagu tugan karin neeftu inaysan weysada jabin ninbu asagu qabaa eedna way jabin bayt suuradna waa lagu tugan karaa bayt alxajuna waa min sabiilillaahi bayt asagu wuxuu laysa min sabiilillaah jihaadka bisa wey saddexdii masale nabigu wuxuu u xukumay gabadhii Safwaan bin Mu'attil radi allahu tacaala canhu marka wuxuu kala mahe muhaajiriintaana iyagu markii la weydiiyey way sheegeen tirti baa baxday waa lagula daartay marka dacwadii baa timid farajaca fuqaraa lmuhaajiriin baa soo laabtay ilaa rasuulla bay ku soo laabteen faqaaluu waxay yidhahdeen samic ikhwaanuna walaalahanu waxay maqleen ahlu amwaali hantilayda ahaa bimaa facalnaa waxaanu samaynay tasbiixdaanada iyo taxmiiddii iyo takbiirtii wardigaanaga nabi alla waa baxay warkii waa la helay fafacaluu way sameeyeen midla asagoo kale sana u wardinay u wardiyeen صدقتي ديرات كان نواوطان هذا محان سمعنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حديث كان مركه وحاد دليشنا يقوليها قبه الغني الشاكر باك خير بدن وكفض من الفقير الصابر حين من كان اغنيا ذا انت عبادات سيس كل سمعنا صدقتي يا كل دير اذا النبي يقول ذلك ارنك ازكا ان لسكو كادر حول اد بحسو يا عباده سرن فضل الله إلهي فدقيسي قلديسي وي يؤتي وحوصي يا ميا شاور حو دوري مسلمين دا كامير متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم وانا لفظي وادي مسلم وي انت انا شيخ تي بخاري ما الدثور على مول كثيرة دثوركو و حولها فربضا والله أعلم حديث كان دليل عماها قد يد الله الشيخ وواقعة عين اي تفضيل صوابكو وحاوي التفصيل او وحاوفي عن غيرها انا ما فضي بدنه faqriga la fajabiska ee dulliga kubada haya ee dannimada ka qaadayna ma fadi badno waxa uu fiican kafaafka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.